في التعاون، قام اليوم وزير شؤون الخارجية صبري بوقادوم بزيارة عمل إلى مملكة لوزوتو، حيث استقبل من قبل الوزير الأول لمملكة لوزوتو موتكي ماجورو، كما تحدث بوقادوم مع نظيرته ماتيو راماكو. لقاءات تناولت تقييم مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في عدة مجالات، كما تطرق الطرفان إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالدفاع عن مبادئ القانون الدولي وتجسيد أهداف المنظمة القارية في مجال السلم والأمن والتنمية فيما يتعلق بالقضية الصحراوية. شدد الطرفان على ضرورة تضافر جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية حق للتسوية النهائية لقضية الصحراء الغربية.